من مستشفى النهضة إلى مستشفى الصداقة التشادية الصينية، حيث انطلقت أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية. وستشمل القافلة عدد من الاستشارات والجراحات الطبية. المناسبة ترأسها أمين الدولة بالصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف، بحضور السفير السوداني لدى البلاد وممثل شركة جيت السودانية. أحمد ياسين عبد الرحمن والتفاصيل. بعد إطلاق أنشطتها رسميا بتاريخ 11 يناير 2017، فقد شرعت مؤسسة القلب الكبير بتكفل عدد من العمليات الجراحية في الداخل والخارج، وبتنظيم القوافل الطبية لصالح الضعفاء من شرائح المجتمع. وهذه القافلة خير دليل على الشراكة القائمة بين المؤسسة وباقي المؤسسات الخيرية ذات الأهداف المماثلة والتي تعمل في المجال الصحي. توالت الكلمات تباعا من قبل مدير مستشفى الصداقة التشادية الصينية دكتور عبد الله آدم جرو، والذي شكر الجميع على هذه المبادرات والمساعدات الإنسانية. تلاه ممثل شركة جياد الصناعية الشريك والداعم للقافلة، بجانب كلمة السفير السوداني لدى البلاد عبد العزيز حسن، والتي ثمن فيها عاليا عمق العلاقات المتينة والأزلية بين تشاد والسودان، وأنهم يعملون لتطويرها أكثر. أما الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير ديلا ليسيان سردت الإنجازات التي حققت في فترة 6 أشهر، مؤكدة بأن هذه القافلة تستهدف كشف 1000 حالة مرضية وإجراء 200 عملية جراحية متنوعة. راعي الحفل أمين الدولة في الصحة العامة دكتور محمد النظيف يوسف تمنى أن يستمر هذا التعاون بين المؤسسات الصحية والبلاد. ونحن في وزارة الصحة ليس اليوم هو أول مرة، وإنما هذه المرات بدأت تتكرر بيننا وبين مؤسسة القلب الكبير. جهود مباركة، كنا في شرق البلاد في أبشي واليوم هنا وغدا، وهكذا مؤسسة القلب الكبير بدأت تشتغل شغل كبير. إلى أن هذه القافلة تستمر حتى 22 من الشهر الجاري بمستشفى الصداقة التشادية الصينية.